لكن زي ما قلت لكم الفكره مختلفه. التدخل الاداري الرياضي المسؤول انه انا والفريق بيخسر بعرف ازاي استنهضه، بعرف ازاي ادعمه نفسيا، بعرف ازاي استدعي قوته، بعرف ازاي ارجع للاعيبته ثقتهم في نفسهم قبل بطوله افريقيه مهمه جدا. دي كانت الرساله المهمه على حفل الفطار اللي الكابتن الخطيب دعا اليها رجال الطايره وبنات الطايره. نشوف كلمه الكابتن محمود الخطيب لرجال وبنات الطايره. في البدايه طبعا كل سنه وانتم طيبين، الامه العربيه والاسلاميه بخير، وانتم كل اهاليكم واحبابكم بخير، وربنا يتقبل يا رب مننا جميعا باذن الله. النهارده الحقيقه يمكن احنا حبينا ان احنا نقعد مع بعض، حبينا ان احنا نشوف بعض في بيتنا في النادي الاهلي اللي كلنا اتعلمنا فيه حاجه كتير جدا، علشان في رساله مهمه جدا عاوز اقولها ليك كلكم. احنا بنلعب رياضه، والرياضه فيها فوز وفيها خساره. النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين عدد مرات الفوز بتاعته كتير جدا، تاريخ كبير. بس انا النهارده بتكلم على فريق طايره، سواء رجال او بنات، بنعتبره احنا وبيعتبروا الواقع وبيعتبروا التاريخ ان انتوا فرقتين من الفرق التاريخيه الاسطوريه. اللي انتوا حققتوه محدش تاني حققه، اللي انتوا انجزتوه محدش تاني عمله. علشان كده انا عايز ابتدي بفريق الرجال. احنا سعداء بيكم جدا، انتوا اخلصتوا جدا جدا في شغلكم، انتوا بقالكم 20 سنه واخدين اكتر من 45، او في خلال 20 سنه اللي فاتوا اخر 20 سنه 45 بطوله، ما بين دوري، ما بين كاس، ما بين افريقيا، ما بين عرب. انتوا يجب انك تفخروا بنفسيكم، والنادي الاهلي فخور بيكم، وجمهور الاهلي فخور بيكم، ان هو شايفينكم بتاعته ازاي، شايفينكم مخلصين ازاي. علشان كده كنا لازم النهارده نقعد نتكلم. ترفع راسك ان انت راجل اولا اهلاوي، نمره اتنين انت ما حدش جنبك، ترفع راسك علشان انت راجل انجزت اللي ما حدش انجزه، اللي انتوا عملتوه خلال في اخر، انا قلت لهم بس هاتوا لي اخر 20 سنه بس، جابوا لي احصائيه باخر 20 سنه بس. في اخر 20 سنه مش اقل من 45 بطوله. مين في المنطقه وفي افريقيا عمل ده؟ بس مش معنى كده ان احنا نكتفي بده. احنا وقت يعني ان احنا نتعثر ده طبيعي، محدش بيكسب على طول، مفيش فريق في العالم بيكسب على طول في اي لعبه من الالعاب. لكن في فريق بتاع بطولات تروح منه مره بطوله، بطولتين، سنه، ماشي. لكن فريق بطوله بيرجع، وبيرجع بسرعه، وبيرجع اقوى من مكان. ده دوركم اللي جاي. عشان كده بقول لكم ترفعوا راسكم، انتوا ناس احنا فخورين بيكم جدا، جمهوركم فخور بيكم جدا. نفس الكلام تقريبا مع اختلاف بسيط البنات. الحقيقه احنا برضو في نفس الكلام بنشكركم جدا على ادائكم اللي احنا لامسينه فيكم من قلب وروح، شايفينها في كل فرق النادي، بس انتوا كمان بتتوجوها بانجازات كبيره جدا. فريق بنات تسعة اخر برضو 20 سنه، انا قلت لهم هاتوا لي 20 سنه بس، مش هاتوا لي من اول ما النادي الاهلي بدا بطولاته، يعني اخر 20 سنه بس. فريق بنات 59 بطوله، 59 بطوله ما بين دوري وكاس. ما اعتقدش ان في 20 سنه راح منكم مره دوري ولا ما راحش، تقريبا ما راحش يعني، انا مش عارف، بس انا بقول على الاجمالي 59 بطوله في اخر 20 سنه. هو ده النادي الاهلي، وهم ده كل من يرتدي فانيله الاهلي. عشان كده بقول لكم لروحكم دي ولادائكم ده بشكركم جدا.
في نفس الوقت زي ما قلت لاخواتنا الشباب، النادي فخور بيكم، جمهوركم فخور بيكم جدا. احنا الاجتماع بتاع النهارده عشان كنا لازم نجتمع في بيتنا مع بعض، مش بس وقت الفرحه الناس بتهيص، لا كمان وقت لما يكون في نوع من انواع يعني الخساره شويه لازم الناس تتماسك والناس مع بعض. عشان كده بنات وشباب، مش عايز حد فيكم، البنات الف مبروك على البطولتين الحمد لله رب العالمين وداخلين افريقيا. الشباب الف مبروك على كل انجازات كل فاتت، محدش فيكم يقصر، محدش فيكم يعني ينزل راسه، كله يرفع راسه فوق، محدش عمل اللي انتوا عملتوه، لازم فاهمين كده كويس. بس الكلام ده يا جماعه مش معنى كده ان احنا نبقى في نوع من انواع الثقه الزياده، لا، وقت المكسب احب انا اقول لكم الكلام دوت، وقت المكسب خليك متواضع جدا، خليك متواضع واحمد ربنا سبحانه وتعالى عشان هو اللي وفقك لده مع مجهودك مع امكانيات مع كده، لكن احمد ربنا وخليك متواضع، ده وقت المكسب. وقت لا قدر الله الخساره خليك متماسك وخليك عندك انطلاقه للي جاي، ده اللي لازم تفكروا فيه. ليه انا بقول الكلام ده؟ الطايره في النادي الاهلي، الطايره في النادي الاهلي هم فرقتين يمثلوا النادي، واجهه النادي اللي هم الفريق الاول، فرقتين يعني بقول التاريخ، حاجه تاريخيه، اسطوره ما بتتكررش كتير. بس مسؤوليتكم ومسؤوليتنا ان احنا اللي جاي نفكر فيه كويس، واللي جاي نستعد له كويس، واللي جاي الاجيال اللي جايه مسؤوليه كل واحد فيكم، نربي الاجيال اللي جايه ونعود الاجيال اللي جايه على اللي انتوا شفتوه واللي انتوا اتعاملتوا بيه واللي انتوا حققتوا بيه التاريخ ده. ده مسؤوليه، اللعيب الكبير بنت او ولد مش مسؤوليه انها تروح تلعب بس او تجيب بطوله بس، لا، طريقتها وسلوكها وتدريبها واخلاصها واخلاصه وتدريبه وبطولته ده بيدي رساله للصغير للاجيال اللي جايه، دي مسؤوليه لينا كلكم ولينا. زي احنا ما اتعلمنا من الناس اللي قبلينا، انتوا كمان لازم تعلموا اللي جايين بعديكم. تاني يا رجاله يا بنات، وقت الفوز نكون متواضعين ونحمد ربنا سبحانه وتعالى، لا قدر الله لما يحصل حاجه نكون متماسكين، محدش يفك، نكون متماسكين ونفكر في المستقبل وهنعمل ايه في المستقبل. ده اللي بطلبه منكم، واتمنى ان شاء الله اللي جاي باذن الله فاضل لنا في الموسم دوت وفي السنه دي فاضل لنا افريقيا، ان شاء الله ربنا يوفق للفرقتين، ربنا يوفق باذن الله، تعملوا اللي عليكم، التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، لكن انتوا تخلصوا جدا وانا متاكد من ده، وكلنا كمجلس اداره النهارده مجرد ما احنا اتفقت يعني عرضت الكلام ده على الزملاء في المجلس، طبعا كلهم كانوا يعني عندهم اصرار كبير جدا ان احنا نشوف كلنا بعض، نقعد مع بعض. نتعلم من اي خساره فاتت. والحمد لله ما مرش على النادي الاهلي حاجات كده. النادي الاهلي جمهوره فخور بيكم وبناديه وبكل زمايلكم في معظم الالعاب. كل زمايلكم في معظم الالعاب. الاهلي موجود هنا فوق. عشان كده النادي الاهلي فخور او جمهوره فخور بلاعيبته. سواء بنات او ولاد. زي ما انا قلت يا جماعه لازم نفكر في اللي جاي ونسعى اللي جاي. احنا كاداره طبيعي جدا ان احنا بنشوف الامر، في ناس مسؤولين عنكم كفرق، مديرين فنيين ومديرين نشاط بيقدموا لنا تقارير، احنا هنحاول بقدر الامكان، وده اللي احنا ده شغلتنا وده راي ده اسلوبنا وده حق النادي علينا، هنحاول ان احنا نوفر كل الامكانيات اللي انتم وزمايلكم في كل الالعاب الاخرى نحطكم على طريق البطوله، الباقي على شخصيات، سواء زي ما قلت بنات او ولاد، شخصيات، شخص بطل، شخص بطل مختلف،
شخص البطل اللي بيقعد 20 سنة يكسب، ده الشخص البطل. مفيش مهم أبدا تروح منه سنة، لكن البطل عنده ده، هو ده اللي جواه بس، مفيش حاجة تانية غير كده. فشباب كلنا مع بعض مسؤولين عن رفعة النادي ده، وعن سعادة جمهور النادي ده، وعن تربية أجيال جاية بنفس المواصفات، عشان يبقى الأهلي إن شاء الله نمرة واحد بإذن الله. في النهاية بشكركم جدا، خدت من وقتكم، كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله، يعني رمضان كريم، وكل سنة وانتم طيبين عشان العيد بإذن الله. وإن شاء الله قريب جدا هتكونوا طالعين أعتقد تونس، الفرقتين مش كده؟ الفرقتين طالعين تونس بإذن الله عشان البطولة الأفريقية بإذن الله. بالتوفيق، أشكركم جدا جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.